هو الريليز بتاع الفيلم الرسمي يوم 9 عشان الدعايه كلها معموله على يوم 9، بس احنا لقينا ان الناس سخنانه شويه على السينمات وكنا المفروض ننزل يوم 3، بس احنا الرقابه اخرتنا شويه، انما لو كنا نزلنا يوم 3 كنا عملنا دعايه قبليها، كناش عملنا برضو دعايه قوي عشان الرقابه. فالحمد لله الموضوع ماشي، انما احنا اتاخرنا قوي في الدعايه بتاعتنا بجد، وبنحاول نبيك اب يعني. واعتقد ده فيلم من الافلام اللي الناس لما هتخش هتطلع تقول رايها وهتدخل غيرها اكتر من انت تخش مندفع يعني. موضوع جديد، فكره جديده، احداث كلها بتحصل بشكل مختلف وجديد، ممثلين هايلين، ناس هتتبسط وتضحك وتعيط وكل حاجه. احنا اتعودنا انه الفيلم بيبقى العرض الخاص بيبقى اول عرض ليه في العرض الخاص مع حضور النجوم وكده، انتوا عملتوا يعني كسرتوا القاعده وعرضتوا الفيلم قبل العرض الخاص بيوم او بيومين. مظبوط، هو كان الريليس كان يوم 9، فاحنا بدرنا لكام يوم كده عشان لقينا الحكايه، بس ما غيرناش ميعاد العرض الخاص. الايرادات بتاعت اول يوم كانت مبشره ليك؟ ما سالتش عليها، انا هسال بعد شويه من الفيلم. زي ما قلت لك انا عارف ان الفيلم ده هيمشي اللي بيخرج بيقول، وده حاجه بتحصل في كل الافلام اللي انا عملتها قبل كده، الناس بتعجبها فبتقول انا بدخل غيرها. ان شاء الله يحصل كده، واحنا ماشيين لسه نازلين يعني. ايه اصعب مشهد قابلكم في الفيلم او حاجه في التصوير؟ هو الفيلم كله صعب، وطبعا المشهد في مشاهد بتحصل في اوضه، فبيبقى ده صعب جدا انت تنفذها يعني، وكل ما المشهد بيطول كل ما انت بتبقى قلقان ان الموضوع ما يبقاش ممل، فدي بتبقى اصعب حاجات. ففي من ده كتير، بس الحمد لله انا مبسوط بالاوتكم.